لنقاش حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد، أهلا بحضرتك، وقلنا في البداية يعني كيف ترى أهمية هذه المبادرة ودورها في تطوير الصناعة الوطنية؟ مساء الخير أستاذ ريهام، مساء الخير أستاذ شادي، تحياتي لكم وكل السادة المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. دي مبادرة تقدير الشخصي من واحدة من أهم المبادرات اللي لا يمكن فصلها عن حياة كريمة، ممكن تبقى قريبة جدا من مبادرة علاج 100 مليون صحة، المبادرات الصحية العظيمة، العمليات الجراحية، لأنه كما نعلم الرهان في أي دولة عايزة تتقدم هو دعم وتقدم الصناعة ثم الزراعة. وبعد كده ممكن يجي أي مجال تاني سواء خدمات سواء أي حاجة، لكن الصناعة تحديدا هي القاطرة اللي كل دولة تقدمت اعتمدت على الصناعة. الصناعة في مصر دراسة حتى الآن منذ سنوات طويلة جدا نسبة وصولها 3% دي تظن عن ما بين 15 ل 16%. احنا محتاجين على الأقل نوصل ليه نضاعف هذا الرقم إذا أردنا إن احنا نكون دولة في العالم. مبادرة إبدا هي خطوة في هذا الطريق. هي خطوة مهمة جدا لمجموعة كبيرة جدا من الأسباب. أحد الأسباب الرئيسية هي في الصناعة والعراقيل والتحديات اللي بتواجهها، الروتين والبيروقراطية الشديدة جدا والتراخيص. أنا يعني كنت سعيد الحظ إن أنا قابلت القائمين على هذه المبادرة، أنا ومجموعة من الزملاء الأعزاء في الشروق، التقينا بالمسؤولين في مبادرة تبدأ وتناقشنا معهم لمدة 3 ساعات تقريبا على كل ما يتعلق بهذه المبادرة. الانطباع الأول اللي دخلنا به اتغير تماما عن عما خرجنا فيه، رفض المشاكل على أرض الواقع، محاولة لحلول وتسهيل إجراءات. كان ممكن في مصنع مثلا عايز ياخد فرصه يقعد 6 شهور او احيانا سنه او 2. القائمين على المبادره بالفعل كانوا بيدخلوا ويتدخلوا لحسم هذه الاجراءات في وقت قصير جدا، او التواصل وكان بدور المسهل في الاستغلال على الروتين، ودي مساله في غايه الاهميه. صحيح، لانه يعني احد اهداف المبادره هو تمكين القطاع الخاص في الصناعه وحل مشاكله يا استاذ عماد. بطبيعه الحال ده جزء اللي هو التسهيل. الجزء الثاني هو انه هذه المبادره بتدخل بدل ما القطاع الخاص بيقوم على التنافس فيما بينه في مجال معين، هذه المبادره بتتدخل لكي يتم التنسيق فيما بينهم في مجال معين. على سبيل المثال احنا مثلا بنستورد سلعه معينه، والسلعه دي مهمه جدا فيما يتعلق بالسوق المحلي، فهي ان انا اقدر كمبادره ادعم مجموعه المصنعين المصريين بحيث ان انا اسهل لهم الامور ويتكاملوا، مش بدخل بالفلوس. انا في فرق بين التسهيل والتشبيك وتهيئه المجال، ان انا بقول للناس دي والله السوق محتاج ده، فالناس تبتدي تركز على هذه الزرعه، وانا كدوله او كمبادره بوفر التسهيلات وبوفر التمويل، مش مني بس، ممكن من مصادر ثانيه. ده جزء مهم. الجزء الثالث وهو ان انت تبتدي تدخل شريك في بعض المشروعات زي مثلا اسطوده قاش على سبيل المثال، في حاجات زي الكمبريسور بتاع الثلاجات والاجهزه والتكييفات، واستمعنا الى بعض ان انت بس في بعض الصناعات ستسد حاجه سوق محلي وقد تستطيع تظل اسواق عربيه واسواق افريقيه. لو ان الكلام اللي سمعناه من القائمين على هذه المبادره تحقق على ارض الواقع، وبعضه بدا يتحقق بالفعل، انا اظن هتعمل فارق حقيقي على ارض الواقع، خصوصا فيما يتعلق بدور المساهمين. هذه المبادره ليست بديل لوزاره الصناعه او الجهات المختصه، طبعا هي تتكامل، ودي نقطه مهمه، تتكامل مع وزاره الصناعه، لكن بتحاول ان هي تتغلب، بتشتغل بطريقه ليست طريقه روتينيه حكوميه كما حدث في بعض المشاكل، الى ان نتمكن من ان هذه الجهات الحكوميه تقدر تقوم بالدور المطلوب منها والدور الطبيعي، وهو سرعه اصدار التراخيص، تقديم الدعم الفني. نقطه مهمه جدا وهي التدريب. هذه المبادره ما هو ده احد المحاور، يعني عندنا محور المشروعات الكبرى ومحور دعم الصناعات ومحور البحث والتدريب والتطوير. بالضبط، هذا المحور الاخير اخي شادي انا اظن في منتهى الاهميه، لانه يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. احنا عشان ناخد اعتماد لبعض المنتجات كنت بتضطر تسفر المواد او الخامات او المعادن الماتيريال اللي بره عشان تاخد عليها الاعتماد الدولي. فانت دلوقتي بتحاول تعمل مع مجموعه
مصنعين مع بعض او الجامعات المصريه تقدر تاخد هذه الرخصه، فانت بتوفر وقت وجهد وفلوس لاختصار هذا المشروع. الجزء المهم طبعا اللي هو المشروعات الكبرى، وانا اظن انه اتقال الارقام مش متاكد منها انه ممكن يوصل ل 200 مليار جنيه. ايوه انه بدخل مش بس ان انا بعمل انا واحد، لا ان انا في صناعه معينه المصنع الخاص مش قادر يكمل فلوس فانا بدخل معاه. وفي كل الاحوال نسبه المساهمه بتكون اقل من 49%. طبعا احنا عارفين ابدا هي اطلقت اطلاق السيد الرئيس اول بدايه ليها كفكره 26 ابريل لما اطلق الحوار الوطني في الافطار الاسر المصريه، وفي اكتوبر اللي فات في عيد اتحاد الصناعات كان الاعلان الرسمي عن تفعيل هذه المبادره بالشراكه مع القطاع الخاص في اكثر من مجال. طيب بالنسبه للشراكات كمان يا استاذ عماد، يعني المبادره مبادره ابدا عندها عدد من الشراكات يعني الناجحه، زي مثلا عقد الشراكات في مختلف القطاعات مع كبرى الشركات العالميه، اهميه هذه الشراكات كمان مع الشركات العالميه ايه؟ حضرتك في احيانا مصنع فرد في القطاع الخاص قد لا يكون قادرا بمفرده على ان هو يعمل هذه الشراكه مع الشركات الكبرى الدوليه. مبادره ابدا هنا بتوفر هذا الامر، ان هي بتبقى الجسر او القاصره او الوسيط او المسهل او اللي هي بتتفق مع هذه الشركات الكبرى، اما بشركات معاها مباشره او مع القطاع الخاص او مع ان بيبقى شريك استراتيجي، بحيث ان انا بستهدف. ودي النقطه المهمه، ان قد يكون كل شخص او قطاع خاص او مستثمر بيبص على حاجه بيفهم فيها فقط وبيشتغل فيها وعارفها. الميزه بتاعت انت ان هي شايفه الصوره على بعضها، بمعنى ان انا اقول والله عندي انا بشتغل هي الزراعه رئيس المبادره الحياه الكريمه، فبالتالي ده انا بعمل حياه كريمه في الصوره. طب انا عايز مواسير للصحه الصحي ده، طيب المواسير دي هفترض ان انا بستوردها من بره بفلوس كتيره جدا، طب انا ممكن ادخل في اتفق مع مجموعه كبيره من المصنعين، نصنع ده عندنا، هتبقى مثلا عندي مشكله مواد كام اقدر اجيبها واصنعها في مصر، هنا ببقى وفرت فلوس، عملت توطين لهذه الصناعه ودعمت القطاع الخاص في ان هو يبتدي يشتغل اكثر على هذه الصناعه بالاستهداف المباشر. نعم نعم، احنا بنشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق.